بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين على أحسن صيدين في مصر. النهاردة يا جماعة بإذن الله لتاني مرة معانا البندقية الإنجليزية العريقة بي اس اي لايتنج اكس ال والسكوب بي اس اي 359. البندقية دي يا جماعة معدلة يتعامل فيها شغل، دي غير اللي موجودة، يعني دقتها أعلى بكل اللي موجودة زيها، تمام؟ وإن شاء الله بإذن الله هتشوف فيديو تاني مرة ليها على مسافة 22 او 25 متر على التجميع بتاعها. تمام، نفس المسافة دي 22 او 25 متر. انتظروني بإذن الله في الفيديو ده وهتشوفوا التجميع بتاعها عامل ازاي. البندقية يا جماعة دقة وليس قوة، التجميع بتاعها رائع ما شاء الله، بس فيها حاجات فنية كده لازم تتعمل عشان تبقى بالدقة دي. انتظروني. زي ما حضراتكم شفتوا ثلاث رشات في قلب بعض بكتر اللي يتعدى الجنيه او جنيه تقريبا مسافة، تمام، على مسافه تقريبا 22 متر. كان معكم مؤمن بركودة مع البي اس اي المعدله والسكوب البي اس اي 359. انتظروني في فيديوهات تانيه. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله، الله اكبر. ما شاء الله.